ادخل. خير يا سعاد، في حاجة؟ ملحقتش أشوفك لوحدنا من يوم ما رجعت. مش مفروض أصلاً نتشاف لوحدنا. عندك حق، ولا فاهمة أنا جاية لك ليه، ولا حتى عندي كلام أقوله لك. لقيتني بتصرف من غير ما أفكر. غلط. أي تصرف ما نحطش عقلنا فيه غلط ويجيب كوارث. كاميليا ممكن تدخل علينا في أي وقت. خايف منها ولا عليها؟ أنا خايف عليك أنت. أظن مش محتاجة أفكرك إنك مرات ابن أخويا. وأنت مش محتاجة أفكرك بحاجة؟ بآخر يوم شفتك فيه قبل ما تسافر، لما وعدتني إنك هتتصرف وما تسيبنيش؟ أنت عارفة الكلام ده عدى عليكم سنة؟ عارفة؟ بعدهم باليوم والساعة والثانية كمان، يوم ما رمتني وسبتني ومشيت. اضطريت أعمل زي أي بنت شاطرة، أسمع كلام بابا وكلام أخوك الكبير اللي محدش يقدر يقوله لأ، واتجوزت فوزي اللي عايش في دنيا تانية بعيد، وديك أهو في الآخر رجعت متجوز. سعاد، وأنت يعني كنت متخيلة إن أنا هقضي بقية عمر راهب؟ كنت متخيلة إنك حبيتني بجد، ويوم ما رجعت بس عرفت الحقيقة. تزعليش مني يا سعاد، يمكن تكوني مش شايفة الصورة كلها دلوقتي، بس بعدين هتفهمي أكيد.